يلا بينا نكمل. يلا يا مالك، نمبر 5. تمام، ثانية واحدة. When there is more rainfall, the level of water in rivers will decrease, causing flooding. ثانية واحدة. ماشي. True. طب ممكن نقرا كويس؟ تمام، ثانية واحدة. When When there there is is more rainfall، يعني ايه more rainfall؟ رينفول. تمام، صح، اللي هي الأمطار تمام الغزيرة. ماشي، حلو قوي. The level of water in river will decrease. decrease. لا، increase causing increase، ايوه كده، flooding. يبقى برافو، المفروض excellent، فولس. برافو، excellent. تمام، طيب يلا يا سيف. أيوة يا مس، it's area of land where all the water flows in one direction to a common location such as an ocean or and sea or other large ها، water body. هتبقى watershed. برافو، حضرتك لسه قايلها. ووتر، اكسلنت، ووتر شاد، برافو. طيب حلو قوي، ماشي يلا يا فين لوجي؟ يلا لوجي. حاضر. ها، a phenomena a phenomenon that that happens. happens due to the increases of the level of water in river and streams. ايه الفينومينا الظاهرة اللي بتحصل نتيجة زيادة المية في الريفر والستريم؟ برافو، أنا رين. الهيبة. لا، رين، مطر. ها، الظاهرة هي يعني ايه نسي الظاهرة؟ ايه الحاجة اللي بتحصل لما مية النهر بتزيد؟ flooding. معلش معلش، فلود، برافو، فلود، اكسلنت، ايوه قلت كده، حضرتك ايه اللي بيخلي نعمله flood. انا كنت في ولا حاجة تانية. يهمك. طب ولا يهمك خالص، ماشي. يلا يا حاسه اني ناسي حد كتير. طيب ياسمين موجودة ولا ايه؟ ياسمين، ماشي. الهوي ياسمين، يا جدعان ياسمين عمالة تتحرك في البتاع اللي كده، انا فتحت كذا حد. قولي ياسمين. أهم. نمبر 3. أوكي. A phenomena that happen due to the decrease of the level of water in river and streams. اللي هو اسمها ايه دي؟ لحظة. اللي هو dry. Drought، برافو، اللي هو الجفاف، اكسلنت، لما الميه تقل بيحصل جفاف. طيب نمبر 1 يا ساره، انا عايزه كل اللي ما جاوبوش خالص يرفعوا ايديهم والباقي ينزل ايده اللي هم جاوب. يلا ما جاوبوش خالص، يلا. The extinction of some species that live in fresh water is due to the poor quality of fresh برافو، water. برافو، اكسلنت. يبقى ال extinction يعني انقراض ال species اللي عايشة في ال fresh water نتيجة poor ايه؟ quality، اكسلنت. طب نمبر 2 يا يوسف سامح، Amis, the type of water that is found in rivers, most of lakes and streams, is a fresh water. برافو، نوع الماء الموجود في الريفر والستريم مين؟ فريش ووتر، اكسلنت. طب نمبر 3 يا مين؟ انت فريدة صح؟ Yes. يلا فريدة. If reason for لا، when the rate of rainfall decrease، لما المية تقل، اما سرعة، يعني
المطر يقل the level of water in river will. ما المطر بيقل مية الريفر بتقل. صح، the level of water in river will ايه؟ يعني ايه تقل بقى؟ The water in the river انت قلتي تقل، يعني ايه تقل بالانجلش؟ decrease. decrease. برافو، شكرا، زي الفل. ادم سامح، انت ما جاوبتش صح ولا لسه مجاوب دلوقتي؟ متهيألي ولا واحد تاني. ها، رد عليا، نعم يا ميس. مجاوبتش خالص صح؟ لا جاوبت. جاوبت. طب شكرا، شكرا حبيبي. ايوه كده، احب الصراحة، احب الناس الصريحة الحلوة. طيب مين تاني؟ علي، انت مجاوبتش خالص؟ ايوه ميس. بسرعة، مجاوبتش خالص؟ اه طب يلا، يبقى هنا when the rate of rainfall decrease the level of water in river قلنا will decrease causing ايه؟ increase لا مش decrease، causing ايه يا علي؟ causing quality of كواليتي. لا لا لا، كوزنج ايه يا محمد رمضان؟ المية قلت. causing ها، causing drought. دراوت. برافو، هتسبب الدراوت، الجفاف. تمام، اكسلنت. طيب يلا يا جودي احمد، give reason for. The quality of انت جاوبتيش fresh خالص يا water جودي؟ affect طيب The quality of fresh water affects the life of living organisms globally because ماشي، poor quality of water ايوه صح، برافو causing to death of living organisms. يبقى ليه الكواليتي مهمة؟ ليه الكواليتي مهمة؟ عشان الإجابة اللي هي ايه يعتبر دي، because if poor quality of fresh water leads to death of some living organism، اللي هي في صفحة 63 اللي هي الجزء اللي فوق ده، بدل ما اقعد ايه اكتف فيه واضيع وقت. تمام، طيب حلو قوي. number 2 يا حبيبة فرح، تعرفوا تجاوبوه؟ بسألكم انتوا الاتنين سوا اهو، تساعدوا بعض، ايه رأيكم؟ نقول ايه؟ أنا ميس the نمبر oxygen ها scientists sodium scientists، scientists tend to preserve. قول لي ليه ال scientists tend to preserve، عايزين يحافظوا على ال fresh water sources on earth. هتبقى ميس what because هتبقى because يا ميس because ايه بقى؟ the event انت بتقري من أو نموذج الإجابة ولا ايه؟ لا بس حضرتك انت كنت مدهنة لما قلت لنا هي هتبقى because because ايه؟ ها حضرتك قلت لنا لما كمية المياه قوليلي، معدودة لما كمية المياه معدودة ماشي، برافو، because it is limited. برافو، it is limited. ايه، ال fresh water is limited on earth. برافو عليكي، والله برافو عليكي، excellent. لا فرحتيني، فرحتيني. اول سؤال نجاوب اهو، نجاوب تاني سؤال. طيب نجاوب تاني سؤال الاول، ماشي. يبقى because ليه بيقول لي هنا give reason، قول لي ليه العلماء عايزين يحافظوا على ال fresh water في ال earth؟ ها، because ها the fresh water is limited
on earth. برافو عليها يا فرح والله، برافو برافو برافو. يعني ايه محددة على الأرض؟ طيب الإجابة الأولى، الإجابة الأولى قلت لكم في بيج 36 63 of the 66 اهي، الجزء بتاع الجيم ريزون ده اللي هو اهو poor quality. ليه ليه بيقول الكواليتي بتاعت المية تفرق وهي حرفيا مهمة جدا؟ علشان لو poor quality of fresh water leads to، هيؤدي إلى death of some living organism and extinction of some living organism in fresh water. شوية هيموتوا شوية هينقرضوا. طب جميل ماشي. مين 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 يا حد مين محلش معاه خالص خالص خالص؟ علي انت مش حللت معايا؟ لسه حل معايا دلوقتي ولا بتهيألي؟ وروفان حلت في ايه؟ بتلخبطوني ليه؟ أنا حليت معاكي بس. طب ماشي نزل ايدك بقى، ما تتوهنيش الله يكرمك. واعتقد حبيبه حلت معايا برضه، هيبقى احمد صح؟ اه حبيبه احمد حل معايا المفروض، فتلخبطوني ليه؟ طيب يلا يا خمسة، دي جاوبتيش معايا خالص. لا يعني حضرتك بس كنت بتسألي يعني ايه هما الامفيبيانز وانا قلتها بس ما اه جاوبتش ماشي خالص. طيب اوكي. what happens if اوكي the quality of the fresh water become poor. في نفس يميس الصفحة اللي هي جابت number one في ال لا قولها لي، في لا ال انا مكيش دعوة، انا اللي اقول فين قولي لي انتي. Okay, it leads to the death of some living organism and the extinction of some living organism that live in fresh water. برافو، يبقى هي جت الجبريزة. برافو ايوه ماشي شكرا يا همس. طب محمد يوسف، دي هي جت الجبريزة يا شباب ال 36 ها نمبر 2. the rate of rainfall increase on a river it will become flooding. it causes Flood. it برافو it causes flooding او it causes floods. ماشي برافو. طيب عمر، لو عكس، لو ال rate of rainfall decrease ايه اللي يحصل؟ سوري افتح المايك. دروت يا ميس. برافو برافو اكسلنت. طيب يا منى، هما مين التو ريسكس يا منى؟ ال threaten the world أو threaten the world ها؟ بس أنا جاوبت. ايوه قوليلي بقى، انا بسألك سؤال كده معلش، سؤال كده سريع ها، قولي تاني معلش. ايه التو ريسكس؟ طب ما انت جاوبتي، نزلي ايديكي نزلي ايديكي، ما تستنيش مني. اصبر. ماشي محمد يوسف جاوب تمام، وحبيبة فرح و هنا وائل، حطي ارفع ايدك يعني قولي سؤالك يا حبيبة. انا ما ارفع عنديش ايدك. سؤال بس عندي حد بيتهيألي كتب الاول، او انا باينه عندي مش راضيه تروح. ماشي اوكي طيب ماشي. محمد يوسف في ايه؟ كوزس كوزس. طيب اوكي ماشي قولي يا هنا، عندك سؤال؟ لا لسه ما جاوبتش غير لما حضرتك سألتي على معنى كلمة. طب قولي لي معلش، التو ريسكس كده اللي بيأثروا اللي بيهددوا مين هم؟ scarcity والquality poor برافو quality. اكسلنت ايوه كده ماشي. طب ماشي اوكي. طيب يا مين تاني؟ غادة، فين غادة؟ غادة 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 غادة، هو ايه الاريا اللي هي اللي المية بتتشد فيها in one direction flow in one direction toward a certain او common location؟ مين هي تعرفي؟ area of land. مين اللي احنا كنا بنغنيها النهاردة؟ هو انتوا في اتنين محمد يوسف ولا ايه؟ ده غلط. قولي مس ووتر شيب
برافو، اكسلنت، ايه الحلاوه دي، بقينا شاطرين اهو يا شباب، برافو عليكم. طيب خلاص كده كفايه قوي النهارده، كفايه قوي. انا ليه قررت ده؟ عشان في تعريفات جايه، اقسم بالله هلاقيه اتلخبط بين دي ودي، هو حر. تمام خلاص، سهل الدنيا، بسيطه زي الفل. الواجب ايه؟ الواجب ايه؟ كتاب الامتحانات هتحل السيلف اسسمنت بتاع ال، طيب هو عموما السيلف اسسمنت اللي هو الاولاني والتاني بتوع ال الكونسبت التاني، ماشي. انا هجيب لكم الصفحات، اوكي. اللي عنده اي سؤال يقدر يبعت لي على 0102999557، تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، وتبعتولي على الواتساب عشان ادخلكم جروبات الماس والساينس والاي سي تي. وما تنسوش زي ما وعدتكم والله باذن الله، احنا كده خلصنا الامتحان، المره الجايه هيكون تقيل تقيل، مش فكره تقيل كده، على قد ما انا عايزاك بالله عليك تركز في التفاصيل. خلاص، وهبعته لكم يعني ممكن يوم الاحد من الصبح، عشان تبقى ايه معاك اليوم كله لحد قبل الحصه. خلاص اتفقنا، ترجع بقى المدرسه تعمله، او هبعته لكم السبت بالليل، بس ذاكر بكره وبعده كويس جدا جدا جدا، بكره وبعده وبعده كده الساينس الكونسبت الاولاني واول درسين. خلاص تمام، شكرا جدا يا شباب.